السمك المكريل هنعمله النهاردة بطريقة لذيذة جدا وبصلصة جميلة جدا. هنعمله بالطريقة التركية. اول حاجة معانا 3 سمكات، سمك مكريل زي ما انتوا شايفين كده. هنشوف ازاي ننظف السمكة. الاول هنجيب السمكة وبمقص هنشيل الديل بتاعها واي خياشيم موجودة في السمكة. الخياشيم دي بتكون موجودة في المنطقة دي وفي الناحية التانية كمان، هنشيلها بالمقص. المقص اسهل كتير من السكينة، وكمان في الظهر في الجزء ده كمان بيكون فيه خياشيم، هنشيلها هي كمان، هنقصها بالمقص. وكمان الخياشيم اللي موجودة في البطن من قدام زي كده هنشيل دي، وكمان اللي فوق كمان هنشيلها برضو بالمقص زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بالمقص برضو هنفتح بطن السمكة، نفتحها للآخر خالص زي كده، وهنشيل الأمعاء بتاعة السمكة من جوه. هي بتتشال بالإيد، سهلة جدا، ما بتكونش لازقة خالص. وكمان هنشيل الخياشيم من الرأس. دلوقتي هننظف بطن السمكة من جوه مكان الأمعاء. هنجيب سكينة ونشيل الجزء الأحمر أو البني اللي لازق في سلسلة السمكة، هنشيله بالسكينة. بعد كده هنغسل السمكة بالمية كويس جدا من بره ومن جوه، وهنجيب مناديل وننشف السمكة من جوه كويس جدا عشان ما يكونش فيها أي مية خالص. دلوقتي هنقطع السمكة لشرايح بالسكينة بالشكل ده، نقطعها كده ونلف السمكة، نقطعها من الناحية التانية بنفس الطريقة. بس خلي بالكو ان السلسلة او الشوكة اللي في النص ما تقطعهاش بالسكينة، واي سوائل تنزل من السمكة اول باول نمسحها بمنديل. يفضل طبعا ان السكينة اللي نستخدمها تكون حامية مش باردة عشان السمكة ما تتهريش مننا. واحنا هنقطع السمك بالشكل ده عشان طعم التتبيلة او الصلصة اللي هنستخدمها تدخل جوه اللحم، وكمان شكله بيكون لذيذ وجميل جدا. بعد ما نقطع السمك هنجهز الخضار اللي هيتحط مع السمك. معانا فلفل الوان اخضر او احمر زي ما انتوا عايزين خالص، وكمان معانا بطاطسية كبيرة مقطعة شرايح، وبصلاية صغيرة او متوسطة، وهنضيف عليهم شوية زيت ورشة ملح صغيرة، وكمان رشة فلفل اسود صغيرة، ونقلب الخضار ده مع بعضه. وبرضو هنرش على السمك شوية ملح صغيرين، يعني 3 سمكات حوالي ربع معلقة صغيرة من الملح. وكمان هنحط رشة ملح صغيرة جوه بطن السمكة، وكمان رشة فلفل اسود صغيرة جدا. وهنقطع على لمونتين شرايح، وهنحط حوالي 3 أو 4 شرايح جوه بطن السمكة زي ما انتوا شايفين كده. وهنجيب قطع من الزبدة صغيرة ونحطها فوق السمك بشكل عشوائي زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. بعد كده هنحط الخضار فوق السمك في الصينية زي كده. وهندخل السمك الفرن في الرف الوسطاني على أعلى درجة حرارة لمدة نص ساعة. دلوقتي هنعمل الصلصة. هنجيب طاسة ونحطها على النار، ونحط فيها شوية زيت، ونضيف على الزيت بعد ما يسخن بصلة متوسطة مقطعة مكعبات، وهنشوح البصلة لحد ما تدبل خالص او تتحول للون الذهبي الشفاف. والبصلة ما بتتحمرش، هي يدوب بس بتاخد لون ذهبي خفيف. بعد كده نضيف عليها معلقة من الثوم المفروم،
ونشوح التوم او نقلبه تقليبة واحدة فقط. بعد كده نضيف عليه 3 طماطميات كبار متقطعين مكعبات، يعني الطماطم هنضيفها بعد التوم على طول. وكمان نضيف فلفل حراق ورومي، او فلفل رومي بس او فلفل حراق بس، الفلفل حسب الرغبة خالص. ونشوح المكونات دي مع بعض او نقلبهم مع بعض تقليبة واحدة. بعد كده نضيف ليهم معلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ونص معلقة صغيرة من الكمون، وكمان نعصر عليهم ليمونة. واخر اضافة خالص ممكن نضيفها وممكن لا، هي معلقة صغيرة من الصويا صوص، ممكن نستغنى عنها. بعد كده نقلب المكونات دي مع بعض ونسيبهم يتسبكوا على النار والمية اللي فيهم تنشف، وطبعا ما بنغطيش الطاسة عشان يتسبكوا بشكل اسرع. وبعد نص ساعة هنخرج السمك من الفرن ونحط على وشه الصلصة اللي سبكناها. بنوزع الصلصة على وش السمك زي ما انتوا شايفين كده. وسر طعم السمك الماكريل في المطبخ التركي هي الصلصة دي. بعد كده هندخل صينية السمك تحت الشواية عشان وشها يتشمع ويحمر، وبعد ما نخرجها بتكون بالشكل الجميل ده. عاوزة اقول لكم ان دي احلى طريقة وألذ طعم للسمك الماكريل، طعمه جميل جدا ومميز. وبالهنا والشفا.